بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بداية في شرح هذا المقرر نبتدئ بإذن الله في أول شابتر 4 وهو 4.1 أول سكشن Exponential Functions، وهي ما تسمى بالدوال الأسية. طبعا أنا عندما أتكلم وأقول دالة أسية، ماذا نعني بالدالة الأسية؟ باختصار أن الدالة الأسية هي عبارة عن دالة أساسها عبارة عن عدد حقيقي، عبارة عن عدد حقيقي، أي هو عبارة عن ثابت مرفوع إلى ماذا؟ إلى متغير، وهذا العدد الحقيقي يجب أن يكون ماذا؟ عددا حقيقيا ماذا؟ موجبا، ولا يساوي ماذا؟ ولا يساوي الواحد. إذن هذا التعريف ببساطة شديدة جدا كتعريف لفظي. أما أي كيف تكتب الدالة الأسية؟ تكتب بهذه الصورة كما نلاحظ، أن f of x تساوي b of x، ال b هذا اللي أتكلم عنه هو عبارة عن positive number ولا يساوي الواحد، وال x طبعا هو عبارة عن ال power لذلك العدد الثابت. إذن نعيد مرة أخرى، الدالة الأسية هذه ضمن الدوال التي درسناها سابقا، ولكن تتميز بماذا؟ أن هذه الدالة هي عبارة عن دالة أساسها هذا الأساس يقصد بالأساس، أساسها عدد ثابت وأسها عبارة عن متغير، يجب أن يكون هذا الأساس أعيد موجبا ولا يساوي أيضا، طبعا موجبا أكيد بالتأكيد لا يساوي الصفر، ولا يساوي ماذا؟ لا يساوي الواحد. هذا تعريف الـ Exponential Functions، الدالة الأسية. نأخذ تمارين متنوعة على هذه الجزئية، وكما نلاحظ هنا ماذا يقول في السؤال؟ Examples of Exponential، اختصرها طبعا هنا Functions. الآن هو يريد أن يعرف الآن هل هذه دالة أسية أم لا، ويريد أن نعرف ما هو السبب. طبعا التعليل باللغة الإنجليزية التعليل ليس يعني ذات صعوبة كبيرة جدا، ولكن f of x يساوي 2 أس x. أولا ننظر إلى الأمر الأول، الأساس عدد ثابت، الأس متغير، الأساس موجب ولا يساوي الواحد. إذن yes exponential function، لأنها تحقق ماذا؟ تحقق التعريف. إذن هذا اللي قلنا positive base والx in power، يعني المقصود x in power أنه هنا عبارة عن ال x عبارة عن هو يمثل الباور. طبعا هذه أمثلة محلولة، ولكن نحن نريد أن نمر عليها بشكل سريع. هذه أيضا تمثل ماذا؟ دالة أسية، الأساس عدد حقيقي موجب لا يساوي الواحد، هذا الشرط بكل بساطة. الأس اللي هو الباور عبارة عن variable، إذن أيضا هي exponential function. التعليل طبعا هو موجود، ولكن هو التعليل بسيط للغاية. ننتقل إلى y equal half a to the power x، هذه أيضا عبارة عن دالة أسية، الأساس عبارة عن عدد حقيقي موجب، نفس التعليل السابق. ننظر الآن للمثال اللي هو f of x equal x square. f of x equal x square، هل الأساس عبارة عن عدد حقيقي؟ بالطبع لا. إذن هذه المشكلة، الأس ليس variable، إذن هذه not exponential، فالبيس is x، وطبعا هنا يعلل أن البيس هو x، يعني is a variable متغير وليس عدد ثابت. ننظر الآن للدالة الأخرى، نقول الدالة لا أعرف أنها هي دالة أسية أم لا، ف f of x equal 1 to the power x. نعم الأس هو عبارة عن الباور، يعني عبارة عن x، جميل. الأساس البيس هل هو عبارة عن عدد حقيقي موجب؟ نعم، ولكن يجب أن لا يساوي الواحد. إذن هنا المشكلة، نقول أن البيس مفروض هنا أنه لا يساوي الواحد. إذن يجب التعرف على الدوال الأسية أو معرفة ما هي الدالة الأسية. إذن هي not exponential function، وهذا يقول أنه البيس is 1، يعني هذا من ضمن الأسباب. y equal x to the power x، ننظر هل البيس عبارة عن constant حقيقي، يعني عدد حقيقي موجب لا يساوي الواحد، والطبع هو فاريبل، إذن هذا ليس أو ليس هذه يعني لا تمثل دالة أسية. ننتقل الآن إلى بعض كيف هذه الدالة، بالطبع أخذنا سابقا في 001 كيفية تمثيل الدوال، لكن الذي يهمنا الآن هنا كيف نمثل الدالة الأسية باختصار حتى لا نطيل عليكم في هذا الأمر، لأنه يوجد عدد كبير من الأمثلة. نأخذ هنا حقيقة يعني عبارة عن
أعداد عشوائية، يعني لا يوجد عليها ماذا؟ لا يوجد عليها ضابط معين، ولكن من ضمن الأشياء يفضل أن نأخذ من ضمن الأعداد x بصفر، 1، 2، ناقص 1، ناقص 2، ثم نعوض بهذه الدالة. إذن أول شيء يقول هنا جراف، هذه دالة أسية، طبعا هذه بالآلة الحاسبة، وأعتقد استخدام الآلة الحاسبة سبق أن شرح في 001. ندخل هذا الكلام بالآلة الحاسبة، وبعدما ندخل هذا الكلام بالآلة الحاسبة نعمل كالكوليت، وسأريكم الآن بعد قليل كيفية الحساب، ولكن هي عملية تعويض مباشر. عوضنا بالناقص 3، بالناقص 2، بالناقص 1. عندما نعوض بالناقص 3 يعطينا ثمن، طبعا بالآلة الحاسبة، وهكذا وهكذا. ثم الآن سنبدأ نعوض هذه النقاط في الرسم. انظروا أبنائي، نبدأ بناقص 3، أو نبدأ أولا خلنا نأخذ الصفر، صفر وواحد، هذا الواحد، هذا صفر واحد، هذه أول نقطة الآن مثلناها. واحد واثنين، نبدأ بنقاط سهلة، يعني يمكن إلغاء بعض النقاط لا مشكلة. واحد واثنين، هذه النقطة الأخرى، واحد واثنين، اثنين وأربعة، هذه اثنين وهنا أربعة، جميل جدا. ثلاثة وثمانية، طبعا عدد شوي نوعا ما كبير، واضح انه هذا النقاط ليست على استقامة واحدة. ننظر للناقص واحد، ناقص واحد، هذا الناقص واحد، طبعا ناقص واحد يعطينا ناقص نص، عفوا نص، هذا النص. ناقص اثنين يعطينا ربع، ها بدأ ليش المنحني او النقاط تقترب من محور اكس، تقترب من ماذا؟ تقترب من محور اكس. ناقص ثلاثة يعطينا ثمن، ولكن هنا يوجد تساؤل مهم جدا جدا جدا، هل لو استمرنا بأخذ النقاط هل ممكن النقاط هذه أن تقع على محور إكس؟ نقول مستحيل، هي ستقترب من محور إكس ولكن لن تقطع محور إكس. إذن نبدأ نوصل النقاط هذه بهذا الشكل، انظروا أبنائي بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذا الشكل، ثم نوصل بهذا الشكل. طبعا لا نجعل كورنر هناك أبدا، وهذه الدالة الأسية. طبعا الرسم هو بشكل عام يعني هو شكلين يوجد للرسم، وليس يعني توجد أشكال كثيرة، هذا أول شكل وسنجد الشكل الآخر. هنا يسأل أسئلة سريعة جدا، طبعا يسأل هل هي increasing or decreasing؟ بالطبع نلاحظ أن الدالة في حالة ماذا؟ في حالة تزايد. لماذا؟ طبعا هي لأنها تتزايد على اللي هو من minus infinity إلى infinity. إذن هنا increasing. الدومين، الدومين هو قيم x، وسنجد أنه قيم x، ولكن هذه الدالة الأسية دوما على الإطلاق الدومين هو من ناقص ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، أي يساوي r. إذن هذه تحفظ، تحفظ يعني أي دالة أسية مهما يكون هذا العدد، يعني كان نص، ربع، خمسة، ستة، سبعة إلى آخره. الرينج، ما هو الرينج؟ هو المدى. طبعا نلاحظ المدى، عندما أقول المدى الرينج اللي هي عبارة عن الصور، يعني نتكلم الرينج المدى يعني قيم واي، فأقل قيمة لواي هي كم؟ هذه الآن أقل قيمة لواي نضعها هنا، هذه أقل قيمة لواي، ما هي؟ صفر إلى ما لا نهاية. إذن هنا هل هي دائما من صفر؟ لا، على حسب، طبعا سنوضح الآن بعد قليل إن شاء الله في خلال الأمثلة القادمة. إذن صفر، ولكن لن تصل إلى الصفر، ولذلك نضع هنا صفر مفتوح إلى ما لا نهاية. نتكلم عن أمر الآن أيضا مهم، تكلمت عنه الآن قبل قليل، أن المنحني هذا، الكيرف هذا، لا يقطع محور إكس، وبما أنه لا يقطع محور إكس يبقى ماذا؟ يبقى مقاربا لمحور إكس. كلمة مقاربا لمحور إكس هو ما يسمى تقاربي، أي خط تقاربي، أنه يبقى المنحني بمحاذاته. الأسمتوت نقول هو واي يساوي زيرو. نأتي لي هو المثال الذي يليه، أيضا بنفس الطريقة سنعوض بالأعداد ناقص ثلاثة. طبعا هو هذه معطينا إياها الأعداد أساس حتى إيش يحكمنا في قضية الأعداد، ولكن هي بشكل عام هذه الأعداد الذي ندور حولها دائما، صفر، واحد، اثنين، ناقص واحد، ناقص اثنين. إذا طبعا حصلنا على رقم كبير يمكن ماذا؟ يمكن أن يعني نهمل هذا الرقم أو هذا العدد، ونتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن أو نأخذ أرقام أخرى. ندقق النظر هنا، 2 أس إكس، دقق النظر هنا، نصف أس إكس. إذن نلاحظ
أن هذا العدد 2 هو أكبر من 1. دقق النظر أن هنا العدد نصف هو أقل من ماذا؟ من 1، ولكن لا نقول أقل من 1، نقول وأكبر من الصفر. نبدأ بعملية الرسم. 0 و1 هذه 0 و1، 1 ونصف هذه 1 وهنا النصف، عفوا 0 و1 هذا 1 ونصف، 2 وربع هذا 2 وربع هنا الربع، 3 وثمن هنا الثمن. نأتي للسوالب. عند الناقص 1 هذا ناقص 1، ماذا يعطينا؟ عند ناقص 1 يعطينا 2، إذا نأتي هنا عند ناقص 1 هذا 2، ناقص 1 و 2 هذه نقطة، ناقص 2 يعطينا 4، هذا ناقص 2 أعطانا 4، 3 هنا 4، 1 2 3 4 جميل. ناقص 3 يعطينا 8، هذه 3، 1 2 3 عفوا هذه 4 كما قلت قبل قليل، 5 6 7 8. إذا عند الناقص 3 كم القيمة؟ الواي 8. لو دققنا النظر في رسم المنحني نلاحظ أن المنحني بهذا الشكل، بهذا الشكل، انظروا حركة المنحني بهذه الصورة. طبعا لو قارنا بين هذا المنحني وهذا المنحني تماما، يعني هو سيأخذ نفس المفاهيم، ولكن نقول أن المنحني هنا في حالة ماذا؟ في حالة تناقص، إذا هنا decreasing. وهذه سنستنتجها قاعدة أنه إذا كان العدد أكبر من 1، يعني الأساس أكبر من 1، فستكون الدالة increasing. إذا كان العدد أقل من 1 فستكون الدالة decreasing. الدومين نفس الدومين السابق كما قلت على الإطلاق. الرينج أقل قيمة لواي وهي صفر، وأعلى قيمة لواي وهي ما لا نهاية، أو لا نقول قيمة، يعني تتجه للا نهاية. الأسيمتوت هذا هو الأسيمتوت، هذا يسمى أسيمتوت، ولكن لا نقول أسيمتوت، نقول هوريزنتال أسيمتوت، هوريزنتال أسيمتوت هكذا يرمز له، هوريزنتال أسيمتوت هو عبارة عن y equal 0. أبنائي طبعا هنا يعني يوجد عدد كبير حقيقة من التمارين فيها نوع من التكرار. طبعا هنا لدينا تمرين آخر 3 أس إكس، إذن رسم 3 أس إكس 2 أس إكس، ولكن مجرد المنحني فقط يكبر لكن لا يتحرك من مكانه، يبقى نفس المفهوم. نلاحظ أيضا هنا إكزامبل آخر أنه هنا 3 أس إكس، أن الثلاثة هي أكبر من 1، إذن أستطيع، انظروا الآن دعونا نجرب الآن. طبعا هذه عملية التعويض بالآلة الحاسبة كما قلت، لكن السؤال دعنا الآن نحاول جبريا قبل الرسم. العدد أكبر من 1، إذن ستكون الدالة increasing. الدومين إذن أصبح محفوظ، هذه أشياء يجب أن إيش أن نتنبه إليها. الرينج هنا سيكون دائما، ما هو الرينج؟ دائما الرينج هو عبارة عن العدد المضاف هنا، والعدد المضاف هنا ما هو؟ صفر. ولكن الآن طبعا يبتدئ من ماذا؟ يبتدئ من الصفر مفتوح إلى المالا نهاية، أو من ناقص مالا نهاية إلى الصفر حسب الإشارة. يعني يجب أن أتأكد أن هنا لا توجد إشارة سالبة، سيمر معنا طبعا إن شاء الله لاحقا في الأمر هذا. الأسيمتوت، الأسيمتوت هو عبارة عن ذلك العدد المضاف. ما هو العدد المضاف هنا؟ ما هو العدد المضاف؟ هو صفر، هو عبارة عن y يساوي صفر. لو أخذنا على عجل بشكل بسيط للغاية، أخذنا بعض النقاط، يعني ليس بالضرورة نأخذ جميع النقاط، نأخذ نقول صفر واحد، هذه صفر واحد، هذه أول نقطة، واحد وثلاثة، هذه واحد وثلاثة، هذه واحد وثلاثة، 2 و9، هذه 2 و9، هنا 9، يعني هذه قد نهملها، لا داعي لها، هذا الذي كنت نتكلم عنه قبل قليل. ناقص 1 و3، هذه ناقص 1، أين الثلث؟ الثلث هنا سيكون أقل من النص. ناقص 2 و9، طبعا لا نستطيع أن نعينه بشكل دقيق 100%، ولكن سيكون هنا قريب جدا من ماذا؟ من الأسيمتوت، هذا يسمى horizontal asymptote. لو دققنا النظر نلاحظ فعلا النقاط نفس الأسلوب السابق،
هذا دققوا النظر أبنائي، نلاحظ أنه فعلا نلاحظ أنه هذا المنحني، هذا المنحني، هذا المنحني بهذا الشكل، بهذا الشكل، بهذه الصورة، بهذه الصورة، ويبقى مقاربا للي هو محور إكس. بالمثل ندقق النظر، هو عبارة عن أن الثلث هو أقل من الواحد وأكبر من الصفر، إذن ماذا ستكون الدالة؟ ستكون بالتأكيد decreasing. الدومين سيكون أيضا محفوظ من ناقص ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. نتنبه لا يوجد عدد سالب هنا، هنا العدد المضاف صفر، إذن سيكون الرينج من صفر إلى ما لا نهاية. طبعا هذه أشياء محفوظة. الأسيمتوت هو الرقم هذا، ولكن هو ليس هو الرقم، نقول هو واي يساوي ذلك الرقم. لو عينا بعض النقاط سنجد أن هذه الدالة decreasing، يعني الدالة في حالة ماذا؟ decreasing معناها تناقصية، هذه معنى كلمة decreasing. decreasing تعني تناقصية. هذه الاستنتاجات طبعا كلها هي عبارة عن استنتاجات مهمة جدا جدا جدا. إذا كان العدد أكبر من واحد فالدالة تزايدية increasing، إذا كان العدد أقل من واحد وأكبر من الصفر فالدالة، طبعا لماذا نقول أكبر من الصفر؟ لأنه لن يكون سالبا. صفر واحد، هذه صفر واحد، لا داعي نأخذ نقاط كثيرة جدا. واحد وماذا؟ واحد والثلث، واحد هنا، الواحد الثلث أقل من النص، إذن هنا، إذن بدأ تقريبا المنحني يتضح. اثنين وتسع، التسع هنا قريبة جدا جدا من إيش؟ من المحور إكس. نرجع الآن للسالب، ناقص واحد وكم وثلث؟ هذا ناقص واحد وثلاثة، آسف، هذا ناقص واحد، واحد اثنين وهذا الثلاثة، ناقص واحد وثلاثة، هذه نقطة، ناقص اثنين، هذه ناقص اثنين، وكم؟ وتسعة، التسعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهنا التسعة، إذا ناقص اثنين وماذا؟ وتسعة. انظروا الآن النقطة التي لدينا هنا، فعلا لو دققنا النظر بالنسبة للمنحني نلاحظ أن هذا المنحني فعلا هو عبارة في حالة تناقص واضحة جدا جدا بهذا الشكل. وإذا أصبح الأمر كما نلاحظ تمرين بسيط أو عدة تمارين قمنا بحلها في هذا الدرس. قد أتخطى أحيانا بعض التمارين، هذه التمارين بالطبع هذا يعني نتركه لك كواجب للتدريب، ولكن نقوم بحله، لكن عملية التعويض هي كما قلت بالآلة الحاسبة، عملية التعويض هي بالآلة الحاسبة يا أبنائي. لكن السؤال هنا ثلثين أس إكس، إذن نقول الثلثين هي أقل من واحد وأكبر من صفر، الآن نريد أن نعطيكم البيانات. إذن الدالة في حالة ماذا؟ decreasing، تناقص. الدومين من ناقص ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، إذن تكرار تماما تكرار. الرينج، ما هو العدد المضاف؟ ما هو العدد المضاف هنا؟ صفر، نقول العدد المضاف، إذن يبقى من صفر إلى ما لا نهاية. العدد المضاف هو عبارة عن صفر، هو اسم واي يساوي صفر. الدالة في حالة ماذا؟ تناقص. لو أخذنا الصفر فقط، هذا صفر نعوض هنا صفر يعطينا واحد، نعوض واحد يعطينا اثنين على ثلاثة، نعوض ناقص واحد يعطينا ثلاثة على اثنين، وتستطيع أن تكمل باقي النقاط. لكن لو أردنا هذه الثلاث نقاط تبين لنا الرسم بشكل واضح أنه تناقص، واحد وثلثين، هذا الواحد، الثلثين طبعا أكثر من نصف بقليل سيكون هنا، هذه نقطة، وناقص واحد، هذا الناقص واحد، ثلاثة على اثنين، ما الثلاثة على اثنين؟ اللي هي واحد اثنين، اللي هي واحد ونصف، هذا واحد ونصف تقريبا هنا. فلو دققنا النظر فعلا أن المنحني هذا، نلاحظ أن المنحني في حالة ماذا؟ تناقص بهذا الشكل. وباستطاعتنا أن نكمل إيش المنحني باقي النقاط بهذه الصورة. هذا الملخص الذي أنا أتكلم عنه. إذا كان العدد الأساس أكبر من واحد فالدالة تزايدية، أما في حالة عندما يكون محصور بين الصفر واحد فستكون الدالة تناقصية. طبعا وهذا الذي يهمنا أيضا الأسيمتوت، هو y يساوي 0 y يساوي 0. نأتي أبنائي الطلاب أيضا لرسم آخر، ولكن هذا الرسم تقريبا يعني فيه نوعا ما يختلف قليلا عن
المسألة السابقة، وهذه نريد أن نوضحها بشكل مفصل أكثر عن المسائل التي أخذناها قبل قليل. ندقق النظر في قراءة السؤال بشكل جيد، ندقق نظرنا في السؤال بشكل جيد. نلاحظ يقول السؤال f of x يساوي 2 أس x زائد 1، 2 أس x زائد 1. طبعا هنا نبدأ في عملية ماذا؟ عملية التعويض بقيم الإكس. طبعا العدد هذا يعتبر أكبر من واحد. إذا أخذنا الإكس بصفر سيعطينا صفر زائد واحد، واحد يعني يعطينا اثنين. إذا أخذنا الإكس بواحد، طبعا هذا بالكالكوليتر، واحد زائد واحد اثنين، اثنين زائد اثنين يعطينا أربعة. إذا أخذنا الإكس باثنين، اثنين زائد واحد ثلاثة، اثنين أس ثلاثة بثمانية. 2 أس ماذا؟ 4 يعطينا 16، وهذه طبعا القيمة لا يعني قد لا نحتاجها. عندما نعوض بناقص 1، نعوض هنا ناقص 1 زائد 1 يعطينا 0، 2 أس 0 يعطينا 1. نعوض بناقص 2، ناقص 2 زائد 1 ناقص 1، 2 أس ناقص 1 نصف. كما قلت قبل قليل أن هذا بالآلة الحاسبة. عوض بناقص 3 سيعطينا ربع. تعالوا سويا الآن، نلاحظ أن العدد 2 هو فعلا أكبر من 1، سنلاحظ أن الدالة في حالة تصاعد أي في حالة تزايدية. إذن لا خلاف كثير جدا جدا جدا، ولكن هي عملية التعويض فقط التي تكون أحيانا مرهقة، لكن ما دام وجدت الآلة الحاسبة فلا إرهاق في الموضوع. صفر نبدأ بهنا بالصفر، صفر واثنين وهي نقطة تقاطع أمام محور واي، هذه صفر واثنين، هذا العدد اثنين، هذا صفر واثنين، واحد وأربعة هذا واحد، واحد اثنين ثلاثة هذه أربعة، إذن واحد وأربعة هذه نقطة أخرى، اثنين وثمانية خمسة ستة سبعة ثمانية، اثنين وثمانية تلاحظوا إذن معنى ذلك أخذنا هذه وأخذنا هذه، وهذه أهملناها يعني لسنا بحاجة لها، ولا تقدم ولا تؤخر في الرسم بشكل واضح. ناقص واحد يعني كم ناخذ يا أستاذي؟ ناخذ يعني هنا تقريبا عندنا نقطتين، والنقطتين أربع نقاط، والنقطة اللي هي الصفر يعني في حدود الأربع خمس نقاط يكفي، ويتضح الرسم تماما تماما. ناقص واحد واحد، هذا ناقص واحد واحد، هنا نقطة. ناقص اثنين ونصف، هذا ناقص اثنين والنصف، هذا النصف. ناقص ثلاثة والربع، هنا الربع في المنطقة هذه. فعلا دققوا في عملية الرسم، نلاحظ أن فعلا الرسم في حالة تزايد، بس لكن أنا أرسم بهذا الشكل حتى أكون متمكن من عملية الرسم بشكل جيد، لا يوجد فيه كورنر يعني لا يوجد فيه انكسار بهذا الشكل. انظروا فعلا الدالة في حالة تزايد. سنتكلم أيضا عن بعض الأمثلة اللي هو طبعا يعني أصبح شبه محفوظ عند الطالب، لكن هل هو فعلا حفظ دائما؟ لا، هنا ننتبه دائما ما هو العدد المضاف. العدد المضاف هذا في غاية الأهمية. الدالة كما قلت تزايدية، الدومين ناقص ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، الرينج من صفر إلى ما لا نهاية، لأن العدد المضاف هنا صفر، فنقول إذا من صفر إلى ما لا نهاية. الأسمتوت العدد المضاف هو صفر، فهذا نسميه y يساوي صفر، وهذا الآن الذي سنجده إن شاء الله في المحاضرة القادمة، يعني هل دائما الأسمتوت يكون y يساوي صفر؟ الذي حقيقة سيتغير هو الأسمتوت والرينج، ولكن قضية التناقص والتزايد تبقى كما هي. لذلك نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، نستودعكم الله إلى محاضرة قادمة لإكمال 4.1. نترككم في رعاية الله.